مشاهدي بلقيس اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. عاده ياتي رمضان ومعه يتفاءل الناس بالخير لكونه موسم خير واحسان، اذ تكثر فيه اعمال البر وتشمل المعونات والمساعدات عشرات الالوف من الاسر الفقيره. يحل رمضان وجميع الأسر ملتفون حول سفرة واحدة، وأبناء الحي يجتمعون في جامع الحارة، والجميع ينعمون بالألفة والأمن والسلام. هذا العام للأسف جاء رمضان وهو الثالث منذ انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على الشرعية في سبتمبر 2014. جاء ونحو 3 ملايين يمني نازح من بيته متفرقون أشتاتا بين المحافظات، وقسم منهم دفعت بهم الظروف للهجرة خارج الوطن. أوضاع معقدة، وحده المواطن البسيط يدفع ثمنها من أمنه وصحته، وربما يدفع عمره ثمنا لجرائم حربية هو ليس طرف فيها. أوضاع يزيد من تعقيدها تدهور الظروف المعيشية والإنسانية وغياب الأمن. وفي ظل هذا الوضع تبدلت أولويات اليمنيين، حتى صار تأمين الحد الأدنى من احتياجات الغذاء والحفاظ على الأرواح أهم أولوياتهم، وما دونه من خدمات ضرورية صارت تفاصيل. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة نناقش التأثيرات التي أحدثتها حالة الانقلاب والحرب على أجواء رمضان، وما ترتب عليها من أزمات ومعاناة على المواطنين، وكيف يقضي الناس أجواء الشهر الفضيل مع استمرار هذا الوضع المتأزم. قبل البدء نذهب لمتابعة التقرير التالي والذي أعده الزميل وديع عطا عن موضوع هذه الحلقة. مع حلول الشهر الفضيل عادة يتفاءل الناس بقدومه، فمعه يحل موسم فعل الخير وتتضاعف مشاريع العمل الإنساني لتشمل شرائح واسعة من الناس. فعلى سبيل المثال، كانت الجمعيات والمؤسسات الخيرية تصل بمشاريع سلة رمضان وإفطار الصائم وكسوة العيد أكثر من 200,000 أسرة تقريبا وربما أكثر. في السياق الشعبي معلوم أن لرمضان خصوصية لا يشبهه فيها شهر، وطقوس روحانية خاصة طالما عشناها وتوارثناها جيلا بعد جيل، ولطالما غصت الأزقة والحارات والأحياء بصيحات الصغار والكبار ترحيبا بهذا الشهر الكريم. لكن رمضان هذا العام حل والشعب على غير عادته موزع بين جهات النزوح والهجرة، وقسم خلف القضبان وآخر منتشر في الجبهات، والسواد الأكثر يعانون وطأة الغلاء والوباء والخوف. تبعات ما كان للشعب أن يعيشها لولا جريمة الانقلاب على الدولة وتقديم المطامع الشخصية والسلالية على مصلحة الشعب العليا. أشياء كثيرة بحاجة للترميم في اليمن، ليس أولها الدولة وشرعيتها ولا مؤسساتها، بل الإنسان والقيم والعادات التي تتعرض لتجريف غير مسبوق. وضع بائس أصبح معه توفير لقمة العيش والأمن والأمان وأبسط الخدمات أولى الأولويات، وما عداها ليست إلا تفاصيل. رمضان مختلف إذن يحل على اليمنيين وهم على مشارف السنة الثالثة من عمر الانقلاب. 3 رمضانات مرت تبدلت خلالها أحوال الكثير، انقلاب أسفرت تداعياته حتى الآن وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة عن مقتل 9,000 يمني وإصابة أكثر من 45,000 آخرين، بعضهم بات رهن الإعاقة. رمضان آخر يحل على اليمنيين ودعواتهم أن يكون آخر عهدهم بالحرب وتداعياتها المحزنة. بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة من خلال أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا من خلال التعليق المباشر على البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. لدينا اتصال الأخ العز. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك، رمضان كريم وكل عام وأنت بخير. علينا وعليكم بالخير والعافية إن شاء الله. صديقي، بالنسبة لك ما الذي تغير في أجواء وعادات وتقاليد رمضان مع الوضع القائم حاليا والحرب والانقلاب؟ يا أخي الكريم، رمضان كان قبل الحرب يعني المائدة الواحدة وعودة المغتربين، وكان يحمل أجواء روحانية في السابق. اليوم أصدقاؤنا اليوم إما شهداء أو مكبلين خلف القضبان، خلفوا أماكنهم الفارغة على موائد الطعام. الأماكن الفارغة هذه غيرت كل ما كان يعنيه رمضان من جود وألفة وتراحم. أيضا الجانب الاقتصادي الذي نعيشه، التذبذب في أسعار الصرف وارتفاع في أسعار المحروقات والغاز وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن البسيط، هذا كله من شأنه خفض من قدرة المواطن
على الاستمتاع بشهر رمضان أو إقامة فعاليات رمضان مثل المسجد. في صعوبات، هذه التداعيات الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية مثل انتشار المتسولين وغيرها. المجتمع بمبادرات فردية يحاول أن يقاوم التغيرات هذه التي جاءت خلال الأعوام الأخيرة. هناك حوالي 200 مطبخ ومخبز خيري في صنعاء حسب كلام الأخ عبد الإله شيبان وكيل وزارة الصناعة والتجارة في اللقاء التحضيري لمؤسسة بنك الطعام، كلها مبادرات مجتمعية فردية بس لا تغطي الحاجة الحادثة هنا في صنعاء بسبب انعدام الراتب وارتفاع الأسعار الجنوني قبل رمضان. طيب، وضع صعب معيشي وتدهور في الحالة الاقتصادية بالنسبة للناس وأثرت على وضع كثير من الأسر، هل رمضان ما زال فرصة لأن يكون هناك مساحة للتراحم ما بين الناس؟ الأخوة الشباب هنا يعني يحاولون بمبادرات بسيطة إنهم يقاوموا هذه التغييرات، لكن ما هوش بهذا الشكل الملموس أو المفروض أن يكون. يعني رمضان تغير، المساجد ما عادش بنفس الطريقة الذي كنا نشوفها خلال رمضان، الفطورات الجماعية هذك الذي في المساجد، الناس أصبحت همها الشاغل توفير اللقمة. طيب، ما علاقة المساجد بما حصل؟ لماذا حصل تأثير؟ المساجد عادة، أنا لا أعني هنا أنه في فرض أو قانون مباشر يمنع صلاة ما أو شيء، ولكن في وجود وفي تغيير حاصل ملحوظ، صلاة التراويح مثلا إلى آخره، بس بعدم وجود أي قانون يمنع صلاة التراويح، لكن في غياب ملحوظ لصلاة التراويح هنا. طيب، هل ما زالت صلاة التراويح تقام في جوامع صنعاء؟ في جامعنا المجاور هناك صلاة تراويح قائمة، ولكن ما مش بنفس القيمة التي كانت في رمضانات السابقة، في اختلاف. طيب، شكرا لك أخ العز عبد السلام، كنت معنا من صنعاء. الأخ يحيى العتواني من الهند، أهلا وسهلا بك. يا سامي، بسم الله الرحمن الرحيم، أول شهر مبارك للزملاء في أسرة قناة بلقيس الفضائية، كما هي أيضا للمشاهدين الأكارم. شكرا لك يحيى. نعم. طيب يحيى، بالنسبة لك وفق تواصلك مع أهلك وذويك داخل اليمن، ما الذي يصلك منهم؟ ماذا تبقى بالنسبة لهم من أجواء وعادات رمضان في ظل الوضع القائم؟ نعم أخي سامي، هناك الكثير من المتغيرات في المجتمع اليمني من خلال تواصلي مع الأصدقاء، مع الأسرة، مع الأقرباء. هناك كثير من المتغيرات بعد الانقلاب والحرب العباسية على المجتمع اليمني، أنا أجملتها في عدة نقاط. من هذه المتغيرات تشتت كثير من الأسر أو تشتت أسر كثير في كثير من العوائل وكثير من الأسر في هذه الظروف وفي هذه الحرب التي فرضت على كثير الهجرة والصف والدفاع عن الغلبان. كذلك انقسام معظم القبائل الأسر والعوائل بين مقيد ومعارض لهذا العبث الحاصل في اليمن. أعتذر منك يحيى، هناك إشكالية في التواصل معنا. شكرا لك يحيى العتواني، وكان يتحدث عن أجواء رمضان وفق ما وصله من أهله في اليمن. شكرا لك يحيى العتواني، ومقدر لك مشاركتك وتواصلك معنا من الهند. يأتي رمضان هذا العام مختلف، ولكن للأسف بشكل سلبي وربما كارثي، لأن حلوله يتزامن مع اجتياح الكوليرا التي طالت حتى الآن 18 محافظة من إجمالي 22، أجهزت على 500 ضحية فيما تجاوز عدد المصابين بأعراضها 52,000، والعدد مرشح للتضاعف خلال الأشهر القادمة إذ ما بقي المجتمع الدولي في موقف المتفرج. نستقبل مشاركاتكم مباشرة عبر الهاتف والروابط الموضحة أسفل يمين الشاشة، وأيضا بإمكانكم التواصل معنا والتعليق بشكل مباشر من خلال البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. عن موضوع الحلقة طرحنا كنا سؤال عن ما الذي تغير في أجواء وتقاليد رمضان في ظل الانقلاب والحرب القائمة، حصلنا على بعض الإجابات نستعرض جزء منها.
الأخ أزهر يقول الحكومة متخاذلة. تعليق آخر. الأخ غالب يقول تغيرت الحياة بأكملها، رمضان في الحديدة قبل احتلال ميليشيا الحوثي لها كان حياة لكثير من الأسر الفقيرة. سأمثل لكم مثال واحد، يقصد سأضرب لكم مثال واحد. في مديرية الحوك فقط كان هناك أو كانت هناك مشاريع الإفطار الرمضانية تشمل جميع مساجد المديرية بالإضافة إلى السجن المركزي وسجن الاحتياط ومبنى البحث الجنائي الواقع في إطار المديرية. تخيلوا معي، مئات المساجد داخل المديرية كانت تفطر الآلاف، لكن اليوم للأسف توقفت بسبب ميليشيا الفيد والسرقة. أما الجمعيات الخيرية التي تكفل الآلاف من الأيتام والأسر الفقيرة فقد أغلقت أبوابها واختطف موظفوها. فبإمكانكم السؤال عن مؤسسة الزهراء وما الذي كانت تقدمه للفقراء في مثل هذا الشهر المبارك، أين هي اليوم وأين العاملين فيها؟ فبعضهم مغيب خلف السجون والآخرين مشردين، وقد تم نهب ممتلكات المؤسسة من قبل الميليشيا. اسألوا الفقراء في الحديدة عن حالهم اليوم وسابقا، بل اسألوا جميع سكان حديدة والذين تحولوا إلى فقراء ومعوزين بسبب الانقلاب المشؤوم. مشاركة أخرى. طيب، عاد لنا الأخ من الهند يحيى العتواني. يحيى أهلا بك من جديد. أهلا بك أخ سامي. طبعا هنالك الكثير من التغيرات في المجتمع اليمني من خلال تواصلي مع الأقرباء ومع الأهل ومع الأصدقاء. من هذه المتغيرات تشتت أسري في كثير من الأسر والعوائل في هذه الظروف وهذه الحرب التي فرضت على الكثير وأدت إلى الهجرة والسفر وأحيانا الاختفاء عن الأنظار. كذلك انقسام معظم القبائل والأسر والعوائل بين مؤيد ومعارض لهذا العبث الحاصل في اليمن. كذلك انعدام الأمن بشكل عام. الأمن يتمثل في الأمن الشخصي ويتمثل بالخوف من الاعتقال أو القتل أو الاغتيال. فأصبح المواطن اليمني في رمضان أو مهدد بهذه الأشياء في الاعتقالات أو الاغتيالات. كذلك انعدام الأمن الغذائي والذي يشكل أساس في حياة المجتمع. معظم الأسر أصبحت بلا قوت بسبب عدم وجود الدخل الذي كانت معتمدة عليه. توقف الراتب والذي يعتبر هو الشريان الحقيقي الذي يقود الحياة لمعظم الأسر اليمنية. الأوضاع المعيشية بصراحة صعبة جدا من خلال تواصلي مع الأهل ومع الأصدقاء في اليمن. اليوم أحد الأصدقاء أصابني بصدمة كبيرة بعد أن أبلغني أن امرأة في محافظة إد تناولت السم مع بنتيها بعد أن وصل بها الحال إلى عدم وجود ما تقتات به مع أطفالها، خاصة أن زوجها مختطف في سجون المخلوع صالح والحوثي. أما في الجانب الخيري فحدث ولا حرج. تناول السم لا فقط قصة هذه المرة تناول السم حتى يتخلص، لماذا يعني؟ نعم، قيل أنها تناولت السم لتتخلص من هذه الحياة التي أثقلت كاهلها، فهي تعيل أطفالها فلا تجد من يعولها. وكذلك زوجها مختطف وقد طال به الغياب في غياهب السجن عند الحوثيين. طيب، أما في الجانب الخيري وهو الذي كان حلقة وصل بين الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل، فقد أغلقت معظم الجمعيات الخيرية والتي كانت حلقة الوصل بين فاعلي الخير وهذه الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام وطلاب العلم. كذلك نعرة طائفية أو نعرة مذهبية والتي كانت منعدمة تماما قبل الانقلاب. هذه الظاهرة التي ظهرت حاليا بشكل مخيف فأصبحت مقلقة جدا، والتي ساعدت في تفكيك المجتمع وتدمير النسيج الاجتماعي. فأصبحت طائفة ومذهب واحد هو السائد والمسيطر على حياة الناس أو على حياة المجتمع. أنا قبل قليل أشاهد في إحدى المجموعات التواصل الاجتماعي في أحد مساجد محافظة عمران أحد الأئمة يؤم المصلين، وفجأة دخل مجموعة من الأشخاص وقاموا بالاعتداء على هذا الإمام ومنعه من إقامة صلاة التراويح. هكذا وصل الحال في اليمن صراحة، يعني مقلق. طيب، بالنسبة لكم أنتم كمغتربين في الهند، كيف هو رمضان بالنسبة لكم؟
صراحة أخي سامي، نحن متأثرين بالوضع الذي يعاني منه أهلنا في اليمن. الكثير كما تعلم يعني معتمد على أهله في اليمن، وأثر سلبا على حالنا كمغتربين. تأثرنا كثير بالأوضاع التي يعيشها المواطن داخل اليمن. شكرا جزيلا لك حيل عتواني، كنت معنا من الهند. اتصال آخر، الأخ أحمد قائد، أهلا بك أحمد. السلام عليكم أخ سامي. وعليكم السلام، كيف حالك؟ شهر مبارك. الحمد لله. أحمد قائد من المملكة العربية السعودية. نعم، أنا من محافظة سايس بس مغترب في السعودية. بالنسبة لتأثيرات الظروف القائمة على رمضان وعاداته وتقاليده وطقوسه، ما الذي تعتقد أنه تأثر بسبب الحرب والانقلاب والظروف الحالية؟ نعم، كل شيء تأثر، بس أنا عندي موضوع حبيت أن أقدمه أقسامي إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية. تفضل. هناك نازحين من أبناء مديرية موزع مخا وفي الجراحي، لا توصلهم أي إغاثة ولا أي أدوية، وحالة يعني كثرة حالة الوباء منتشرة زيادة يعني في الأمراض مثل الكوليرا والحمى، ويعني ندعو جميع المنظمات إلى التوجه إلى هذه المديريات لكي يغيثوا هذه النازحين الذين لا أصبحوا يعني لا لهم إلا غير الله. ما هو مصدر المعلومات بالنسبة لك؟ هل أنت من أبناء هذه المديرية؟ ما هو مصدر معلومات؟ من أبناء مديرية موزع أنا. طيب، ما الذي يمنع وصول المساعدات والمعونات؟ هل هناك ما زالت اشتباكات ربما قريبة من هذه المنطقة أم هناك أسباب أخرى؟ الاشتباكات لا توجد أي اشتباكات، سواء من جهة الخطة الأسفلتية، الاشتباكات توجد غرب معسكر خالد من جهة يعني في الشعوب والوديان، أما الخط مفتوح، لكن لا توصل الإغاثة، توصل للمخاء بس فقط، لا توصل إلى منطقة البارح ولا توصل إلى منطقة الجراحي، وهنا كثير من النازحين. شكرا لك أحمد قائد من المملكة العربية السعودية. اتصال آخر، الأخ محمد حسن من عدن، أهلا أخ محمد. أخ محمد، أذكر فقط بإمكانية التواصل والمشاركة معنا سواء من خلال الاتصال المباشر عبر أرقام البرنامج أو من خلال خدمة الإيمو، أيضا من خلال رقم الواتساب، وأيضا من خلال التعليق المباشر على البث المباشر في صفحتنا على الفيسبوك وصفحة القناة. عن الناس ورمضان تأثير ظروف الحرب والانقلاب، وصلتنا مشاركات مصورة من محافظة الجوف، نستعرضها على الشاشة. حربت العادات الجميلة، حربت الألفة، تعاون بين اليمنيين. في رمضان قبل الانقلاب كان الكل يطمئن لأن الخير سيصله من متصدق أو فاعل خير أو جمعية خيرية، لكن بعد الانقلاب ساطر الانقلاب كل شيء، فاستولى على الجمعيات واستولى على معونات الناس وعلى أرزاقهم وسيطر على كل شيء، فأصبح له كل شيء، وبقي اليمنيون في وضع مأساوي، تستاطهم الأمراض والكوليرا من جهة ورصاص وقذائف الميليشيات من جهة أخرى والجوع. هناك قصور يشعر فيه المواطن، خاصة في شيء فيما يتعلق بشريان الحياة الأساسية وهو الراتب الذي أصبح يعني ديدان كثير من الناس يعني أو حديثهم اليوم، لأنه كثير من الأشياء تعتمد على الراتب. وفي نفس الوقت أيضا هناك توجهات وهناك مبادرات من قبل الحكومة لمواجهة مرض الكوليرا. النازحون يعيشون رمضان آخر أيضا بعيد عن بيوتهم وقراهم ومساكنهم، بينما يقضي بعض الضحايا رمضان جديد وقد فارقوا قريب، قتل أو اختطف أو فقد أي من أطرافه. مسجدات مؤسفة تؤثر مباشرة على روحانية الشهر وتصرف الناس عن الاهتمام بالجانب الروحي الذي ارتبطت طقوسه برمضان بشكل تقليدي. عن رمضان وتأثير ظروف الحرب والانقلاب أيضا وصلتنا مشاركات مصورة من المكلف في حضرموت، نستعرضها على الشاشة. والله يعني الناس الفرحات حقها مقلات يعني شويه من العروبات هذه ومن التفجيرات من البهذله هذه، والناس يعني ما شاء الله صائمه وصابره، والصبر عند الله اجر ان شاء الله. بالرغم هنا المكلا ما شاء الله رمضان تمام، و
الناس عايشة تمام ما شاء الله. وياتي رمضان هذا العام بخلاف كل الأعوام التي نعرف فيها رمضان وروحية رمضان. رمضان هذه السنة ياتي والأمة الإسلامية في تدهور وحروب آثمة غاشمة، وخصوصا عندنا في اليمن الناس حالتها يعلم بها الله للأسف شديد. يعني الأسواق والعالم فاضي هذا العام بسبب هذه الأزمات وقلة أحوال الناس من المعونة، وحتى أساسيات الحياة تنقص بعض الناس. نسأل الله أن يفرج عن البلاد هذه كل هذه الحروب والهموم وتعود اليمن يمن سعيد كما عهدناه منذ أزل التاريخ. رمضان لما يدخل على الشعب اليمني يعني فرض علينا الحرب، هذا ما هو كل سنة يعني نستقبله بالفرحة، لكن بالنسبة يعني هذا الحرب فرض علينا، وإن شاء الله ربك يصلح الأمور والوضع إن شاء الله يقع كل خير. والله أتمنى أن يكون الشعب اليمني كله يعيش بنفس الفرحة واحدة، بس هذا مناطق فرض علينا الحرب هذا، وما أعتقد أنهم مرتاحين نفس الراحة اللي نعيشها نحن. إذن كانت هذه مشاركات وصلتنا من المكلف حضرموت عن أجواء رمضان، وصلتنا عبر الواتساب. لدينا اتصال من العاصمة صنعاء، الأخ وضاح قطيش. أهلا بك أخ وضاح. أهلا وسهلا، كيف حالكم وإيش أخباركم أخسامي؟ أهلا أخ وضاح، الشهر مبارك، كل عام وأنت بخير إن شاء الله وصحة وعافية. وأنتم بألف خير إن شاء الله. طبعا أشكركم على هذه الاستضافة في برنامجكم. شكرا لك أخي وضاح. وضاح، ما الذي تبقى من رمضان بأجوائه وعاداته وتقاليده وطقوسه ربما في ظل الوضع القائم؟ والله لا يخفاكم علما أنه للسنة الثالثة على التوالي نعيش بدون كهرباء، ارتفاع في أسعار السلع والمشتقات النفطية، انعدام الرواتب، وهذا أدى إلى أنه أكثر من نصف سكان اليمن تقريبا يعيشون تدهورا كبيرا في الحالة المعيشية وبلا أمن غذائي. أكيد. طيب بالنسبة للناس الآن، يعني ربما هذا الوضع المعيشي الصعب والتدهور في حالتهم، هل رمضان هو فرصة للتخفيف من هذا الوضع السيء؟ هل ما زال هناك تراحم وتآلف بين اليمنيين؟ لا شك أنه مع كل هذه الظروف الصعبة وتدهور الوضع المعيشي، لكن تظل السمات الاجتماعية المتمثلة بالتعاون والتآخي بين جميع الناس والفئات، تلمس احتياجات الفقراء، لا تزال هي الطاغية على الوضع الحالي طبعا. لكن ما يزيد الوضع تعقيدا يعني لو بمشي كذا يعني على وجه السرعة، أن المواطن عموما اعتاد على شراء العديد من السلع والتي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان عموما، لكن عدم صرف المرتبات، الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية دفعته إلى شراء الأساسيات فقط. تمام. كما لا يزال الشعب اليمني متعود على تلك الأطباق الرمضانية البسيطة التي لا تزال حاضرة في المجتمع. معروف الأكلات البسيطة اليمنية، ممكن يعني تصنع من وجبة دجاجة وتصنع سفرة كاملة. تمام. كما أن الأسواق، الناس يقبلوا على الأسواق بشراء الحد الأدنى من حاجياتهم الأساسية. يعني قد تشوف تزاحم عند البقالات عند المولات، لكن عند رؤيتهم هم يخرجون من هذه المولات والبقالات لا يشترون إلا الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية فقط بسبب انعدام الرواتب. كما أن هناك صعوبة في إيجاد سيولة المالية، ولولا وجود التحويلات المالية من المغتربين وإخواننا اللي في الخارج لأسرهم في الداخل لكانت الأوضاع أسوأ بكثير. طيب ماذا عن المتاجرة واستغلال وضع الناس؟ هي عزيزي بالمجمل تستطيع القول بأن القوة الشرائية لدى العديد من أكثر من 80% تقريبا من اليمنيين متردية للغاية بسبب هذه الحرب، بسبب أن الحكومة الذي طلعوا بها الانقلابيين أصحابنا هنا في صنعاء لا ما استطاعوش حتى يوفروا الحد الأدنى من الأساسي المعيشة الأساسية للناس. البعض يقول أنهم ربما يحاولوا يستغلوا معاناة الناس بالسوق السوداء بالعديد من الأمور التي يفترض أنها تسهل على الناس حياتهم وتخفف من حالة التدهور الاقتصادي، ما هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا لم تخفف، بالعكس زادت من معاناة الناس، لم تخفف أبدا. إثراء
إسراء الناس، إسراء البعض منهم، وتدني حالة الشعب المسكين، أطيب شعب في العالم إحنا الشعب اليمني. يعني لا تصدق كل ما يشاء أنه في تحسن في الأوضاع الاقتصادية، بالعكس الأوضاع في أدنى مستوى. والله الناس يعانون، الطبقة الوسطى انتهت من المجتمع اليمني، ما عاد فيش طبقة وسطى، في أغنياء وفي أشد فقرا. واليمني معروف عنه عزة النفس، ويعني مكابر يعني، حتى وإن كان وضعه صعب لكنه هناك عزة نفس عالية. طيب بالنسبة للطقوس الروحانية في رمضان، إلى أي حد تأثرت بالوضع القائم؟ بالتأكيد يعني الجوامع ليست كما كانت في الماضي. هناك للأمانة في بعض المساجد سمح بصلاة التراويح فيها، ولكن هناك البعض الآخر لم يسمح الصلاة فيها لأسباب تخصهم، لا نعرف ما هي الأسباب، لم يبينوا لنا الأسباب ولم يبرروا لها. طيب. لا ندري. شكرا لك وضح قطيش من صنعاء على هذه المشاركة. لدينا اتصال آخر من تعز، الأخ رشاد. حياك، أهلا وسهلا رشاد. تعز، ما زالت الحرب وما زالت معرضة للقصف، كيف يقضي أبناء تعز رمضان وتأثيرات هذه الحرب على الناس؟ هل ما زالت هناك أجواء لرمضان؟ أنا ممكن أتكلم، حياك يا أخي، أنا ممكن أتكلم عن تعز وعن اليمن بشكل عام. يعني تعز هي واجهة اليمن، وهي متصدرة المشروع الدولة والمواطنة للجمهورية واليمنيين كامل. للأسف أنا أستطيع أن أقول لك أنه هو أسوأ رمضان في تاريخ اليمن. رمضان في ظل الانقلاب أفرغ من روحانيته وقدسيته تماما، نتيجة كل الأعمال الشنيعة التي ارتكبتها عصابة الانقلاب، ومنها على سبيل المثال يعني منع الميليشيات لصلاة التراويح، وهذه حادثة يعني يمكن لأول مرة في تاريخ اليمن أن تحصل بالقوة، ومضايقة المصلين وتهديدهم في بعض المناطق. يمر رمضان في الكثير من يعني والكثير من الأبناء والآباء بالآلاف يقبعون داخل سجون ومعتقلات الانقلاب في حالة مزرية، ويعيشون تحت التعذيب. هناك معتقلات سرية منها داخل أقبية ومباني، على سبيل المثال الحاصل جامعة الإمام في صنعاء والتي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، تسمع أصوات وصراخات للخارج جراء التعذيب للمعتقلين. هناك مآسي، هناك كارثة، الحياة تماما توقفت في اليمن نتيجة الانقلاب هذا المدمر، ونتيجة المغامرة الرعناء هذا، والمشروع الفارسي الذي يحاول التوغل في اليمن، ونحن نعرف ما آلت إليه الوضع في العراق، في سوريا، في لبنان، والآن يتم تدمير اليمن. يعني طيب. يمر رمضان والكثير من الأمهات والزوجات والأسر تفقد أبنائها أو عائلها، إما جراء الاختطاف أو التعذيب أو الإخفاء القسري، نتيجة الإخفاء القسري تمام، والاستشهاد جراء أو نتيجة الاستشهاد جراء هذه الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. يمر رمضان والشعب في مناطق سيطرة الانقلاب يعانون من الفقر والمجاعة المنتشرة بفعل مغامراتهم الانقلابية. طيب، مغامرات الانقلابيين ربما جعلت الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم يعيشون وضع صعب. هل المواطنين الذين في المناطق الأخرى المحررة هل وضعهم أفضل؟ مجرد المعونات، حتى المعونات الإغاثية التي قدمت من قبل منظمات تمام ومن دول تم السطو عليها وبيعات ومجهود حربي، إذا ما الذي بقى؟ يعني ما الذي يمكن؟ طيب، إذا كان المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وضعهم صعب، هل من هم في المناطق المحررة وضعهم أفضل؟ لا، في كثير طبعا. الوضع في ظل سيطرة الشرعية طبعا باستثناء ما يحدث في بعض المناطق، لكنه أفضل بكثير. على الأقل هناك متنفس، هناك تشعر أن دولة، مؤسسة دولة تبدأ يعني عملية تأسيسها، يمشي قيد الإنشاء، هناك مقاومة، هناك حرية، سقف حرية عالي تمام. لكن كل المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي الحياة فيها أستطيع أن أقول أنها توقفت تماما، هناك رعب يعني يعيش. هذه كارثة، هذا كابوس كابوس حقيقي سيظل يتذكره الأجيال. تعرف للأمانة، وأنا أتكلم لست أحد أبناء تعز فقط، ولكن في النهاية أنا يمني. تعز تتصدر المشروع الوطني، تعز حاملة الثورة، حاملة الدولة، حاملة مشروع المواطنة، حاملة. لذلك كان قدر تعز أن تتحمل أعباء وتبعات نتيجة هذا المشروع لكل اليمنيين. تعز تحمل مشروع الحياة، مشروع فوق النجاة،
للإنسان اليمني من جبال مران وحتى باب المندب. طيب رشاد، ما أنك أنت طلبت أن تتحدث عن الوضع الجميع في كل اليمن، تأثيرات ما حصل على وضع النازحين ورمضان؟ يا أخي وضع النازحين برضو أيضا يعانوا، برغم أن تقدم لهم المساعدات وهناك منظمات إغاثية أيضا تقوم بالدور إلى جانب الحكومة الشرعية كل ثقة ما لديها مع أخواننا في التحالف العربي، لكن أيضا الوقت ليس كما هو تخيل. من أخرج من بيته وهجر من بيته هو وأولاده يعيش في خيمة أو يعيش في مخيم لاجئين، هو الوضع طبعا مأساوي في كل الأحوال، ليس نفس الوضع الذي يعيش فيه سابقا في بيته أو منزله أو في حل في ظل الوضع الطبيعي الذي كانوا الناس يعيشونه. لكن الانقلاب قلت لك هو دمار يعني. شكرا لك رشاد. كانت إلى كارثة يعني، وما دلنا نعمل لأن هناك رجال وهناك صمود وهناك بطولات وهناك جيش وطني يسطر بطولات حقيقية، وإن شاء الله أنه نمشي في مشروع الدولة يعني. شكرا لك رشاد المخلافي من تعز. اتصال آخر الأخ سلطان. نعم سلطان، شهر مبارك، كل عام وانت بخير. أخ سلطان في الضالع، ما الذي نعم في محافظة الضالع حيث أنت، يعني ما تأثيرات الحرب على أجواء رمضان؟ ألو أخ سلطان أنت على الهواء. ألو معك سمعت. تفضل. تأثيرات الحرب على أجواء وعادة تقاليد رمضان في محافظة الضالع، هل هناك تأثيرات؟ هل تغير الوضع بالنسبة لكم؟ نعم تغير الوضع، يعني من الحرب إلى الآن الوضع تغير تمام وإحنا نعيش بأمان، والأجواء الحرب من بعد الحرب يعني إشكالية الوضع تمام وكل شيء صار عندنا إن شاء الله. طيب هناك كهرباء، أمن واستقرار في المحافظة؟ كهرباء لا، ماشي كهرباء ولا أي خدمة من بعد الحرب. يعني لم يتغير الوضع إلى الأفضل، ربما إلى الأسوأ. ها؟ يعني أقصد أن الوضع ربما تأثر والتغير بشكل سلبي ليس بشكل إيجابي، يعني على الأقل كانت هناك كهرباء الآن أنتم بدون كهرباء، هذا في جانب، ربما في جوانب أخرى أيضا تأثرت بسبب الحرب. سلطان؟ طيب اتصال آخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ نبيل الصراري. نعم نبيل الصراري من تعز. نعم من تعز، حياكم الله أستاذ سامي. حياك الله. ما الجديد الذي فرضته الظروف الحالية على رمضان بالنسبة لك؟ للأسف الشديد احنا الآن في وضع مختلف تماما، مختلف 100%، قد اختلف مع ضيفك السابق، قد اختلف مع أشخاص آخرين، لكن ما نلامسه في أرض الواقع شيء آخر جدا تماما. اللي نلامسه انقطاع كهرباء أدى إلى أنه مئات الأسر الفقيرة، مئات الأسر المحتاجة، أشخاص كثير باتوا ما يحصلوش، يعني تخيل أنه بعض الأسر والله ما يعني تصوم اليوم الثاني وعادها ما امتحنت، يعني ما قد فطرت اليوم الأول ممكن بسبب أنه ما عاد فيش الدخل الأول. شيء آخر، المنظمات، المؤسسات الخيرية، الجمعيات الخيرية أغلبها تم إغلاقها أو تم الاستيلاء عليها، مؤسسات كثيرة ما عاد فيش مدرسة، يعني كان في بعض الأسر من أيتام من فقراء من نازحين كانوا بحاجة إلى يعني المواد الغذائية اللي توصل مثلا في رأس كل سنة، حتى وإن كانت ضئيلة ولا تفي بالغرض إلا أنها كانت عادة تسد غرض معين. لكن اليوم نسمع انه في مدري كم مليار لصالح اليمن ولم نجد اي منظمات او اغلب المنظمات انها توزع اي شيء للاسر الفقيره والمحتاجه، غير ذلك انطفاء للكهرباء، زياده للامراض، انتشار للاوبئه. صحيح. طيب نبيل، ربما البعض يقول ان العمل الخيري تاثر في المناطق الخاضعه لسيطره الميليشيا بحكم انهم اغلقوا هذه المؤسسات واختطفوا الشباب الذين كانوا يعملون في هذا العمل التطوعي، ماذا عن المحافظات المحرره والمناطق التي الان هي باتت محرره تحت سيطره الشرعيه؟ اين هو العمل الخيري؟ اين هي المبادرات الخيريه والشبابيه للتخفيف من معاناه الناس؟ وتحدث هنا عن المنطقه التي انت منها وتتحدث عنها. طبعا للعلم انا ممكن اني اتكلم معك من الجهتين، طبعا انا للعلم انا استقر في صنعاء،
لكن قبل فتره كنت في تعز، قبلها كنت في عدن، الوضع كذلك نفس الموضوع، نفس يعني حتى وان كانت المناطق المحرره من قبل الشرعيه الا ان اغلب الجمعيات ما زالت يعني سواء اما مغلقه او ما فيش دعم او في هذا الجانب ما فيش، يعني اغلب المبادرات الشبابيه حتى ما اشتغلش. يعني صح، لا انكر تماما جهود اغلب المبادرات او اعضاء المبادرات، في مبادرات كثير ما زالت مستمره وما زالت شغاله، لكن كم نسبتها بنسبه ازدياد الفقر؟ كم نسبتها بنسبه ازدياد النازحين؟ كم نسبتها بنسبه الاسر الفقيره او المحتاجه؟ لكن ما رايك بمن يقول ان ربما رمضان بالنسبه للبعض لم يتغير، يعني بسبب الظروف الحاليه الناس ما زالوا في الطقوس العاديه ويعيشون، يعني ربما لم يتغير عليهم الوضع، ما رايك بهذا الطرح؟ هو طرح قد يأتي عيش أقول لك يعني أنه من الشخص نفسه يكون هو ما تغيرش أو هو نفسه ما وضعه ما زال مستقر، لكن أنا أقول لك أنه ما يقارب 80% أو أكثر تغير وضعهم تماما. يعني كأبسط شيء، ما فيش كهرباء، يعني حتى لو كان أكبر مسؤول في الدولة ما فيش كهرباء، يعني نادرا أو الأغلب اللي معهم مواطير كبيرة، في أغلب المناطق الكهرباء مش موجودة تماما. هذا أول وأبسط مثال يعني ممكن أطرحه له. طيب شكرا جزيلا لك أخ نبيل. عن موضوع الحلقة طرحنا السؤال، ما الذي تغير في أجواء وتقاليد وطقوس رمضان في ظل الانقلاب والحرب القائمة؟ وصلتنا إجابات نستعرض جزء منها على الشاشة. الأخ بسام يقول تغير كل شيء، ورمضان هذا العام كأول رمضان في الإسلام، لا ماء ولا كهرباء ولا رواتب ولا مسلسلات ولا حلقات. طيب مشاركة أخرى، الأخت تسنيم تقول لا تراويح في الجوامع، لا زيارات وأمسيات ليلية، لا نقص في الأسعار ولا هم يحزنون، نقضي ليالينا حزنا ودعوات لأولئك المرابطين وتلك المدينة الصابرة. عن الناس ورمضان تأثير ظروف الحرب والانقلاب على ظروف الناس، وصلتنا مشاركات من الجوف. شعب الإيمان والحكمة كان يعيش في إخاء وفي روحانية وفي ازدهار، ولكن جاء الانقلاب انقلب على الدين وعلى الدولة، فها هو الشعب شعب الإيمان والحكمة لا يبحث عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان، وإنما يبحث عن فطوره وعن قوت يومه في هذه الأيام، لا يجد ما يقوت أطفاله وأهله، إنما بسبب الانقلابيين جاءوا فانقلبوا على الدولة، والآن صار المواطن يبحث عن قوت يومه، لا يجد رواتب موقفة لها 7 أو 8 أشهر، وكهرب مقطوع، ومضايقات في المناطق التي لم تحرر في صلاة التراويح. رمضان في محافظة الجوف في الأعوام الماضية كان يشهد يعني أجواء رائعة، المساجد تمتلئ بالناس والأسواق والأماكن تجتمع بالناس، فلما جاءت الحروب الانقلاب العبثية على أهالي المحافظة تهور الوضع، تهورت الأوضاع المعيشية للناس وتفرق الناس، والآن يعني لا تزال المناطق المحررة يعيش فيها الناس، يعني تمتلئ المساجد والناس في خير وكذا، والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. إذن تابعنا هذه المشاركات وصلتنا عبر الواتساب عن أجواء وتقاليد رمضان وهل تأثرت أم لا بحالة الحرب القائمة والانقلاب، كانت المشاركات من الجوف، وأيضا ما زالت الحلقة مستمرة بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا عن تأثير الحرب القائمة على أجواء وعادات وتقاليد رمضان. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أيضا من برنامج المنصة، شكرا جزيلا لكم وتحية طاقم البرنامج معد هذه الحلقة والبرنامج الزميل ودي عطا، وأيضا الإخوة عمر النهمي والأخت علياء حسين. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.